قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك فقهر وتأذن بالزيادة لمن شكر وتوعد العذاب والمحق من جحد وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر، وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به علينا من النعم الظاهرة والباطنة، وأعظمها نعمة الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ، ففي ذلكم النصر والتمكين والهداية في الدارين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله تعالى. واحذروا كل الحذر أن تكونوا فتنة لغيركم في عن دين الله. هذا من المؤسف، من المؤسف ومما يندى له الجبين، أن عزف كثير من الناس عن الإسلام بسبب تصرفات أهله البعيدين عنه عمليا، والله المستعان. عباد الله، إن يومكم هذا منحة من ربكم، جعله الله تعالى مصدرا للهناء والسرور، وهو آخر أيام العشر التي هي خير أيام الدنيا، والتي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه: والفجر وليال عشر، وهو أول أيام العيد، واذكروا الله في أيام معدودات. والمشروع فيها كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وإظهار السرور والفرح. واعلموا أن إظهار السرور والفرح في هذه الأيام مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فلنحذر كل الحذر أن نمزج ذلك بالمعاصي. فألزموا أولادكم ومن جعله الله تعالى تحت أيديكم بالشرع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا بعد صلاتنا هذه ذبح الأضاحي، فضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. والذبح في هذه الأيام من أفضل القربات وأعظم الطاعات، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وهذا الذبح نفعه عائد علينا معنويا وماديا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأيام العيد كلها أيام للذبح، يوم النحر هذا وثلاثة أيام بعده يأكل منها المضحي ويهدي ويتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا بركة وسرورا، وأن ينعم على عباده المؤمنين في الدنيا كلها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف كرب المكروبين من المسلمين.
اللهم اكشف كرب المكروبين من المسلمين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين على المدينين. اللهم اعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين في أماكن متعددة فانصرهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اكشف البلاء عن المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم اكشف البلاء والعذاب عن المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك ألسنة ذاكرة وقلوبا سليمة وأعمالا صالحة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.